أرقام عظيمة وأرقام كبيرة، سواء بطولة مع تشيلسي وبطولتين مع بازل وخمس بطولات مع ليفربول. قبل هذه البطولة كان عنده 7 بطولات بالتساوي مع محمد النني في الملاعب الأوروبية. الآن فضل الاشتباك بينه وبين محمد النني وأصبح محمد صلاح أكتر لاعب مصري يحقق بطولات في أوروبا. اسم كبير ورائع. الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015 مع تشيلسي، فاكرين لما تم إعارة محمد صلاح وجوزيه مورينيو أهداله ميدالية في هذه البطولة. في موسم 2019-2020 خد الدوري مع ليفربول، ودوري أبطال أوروبا فاز بيه مع ليفربول في 2018-2019، كأس العالم للأندية 2019، وطبعا في كمان كأس السوبر الأوروبي في 2019، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2015 مع تشيلسي، و2022 مع ليفربول، والدوري السويسري مرتين مع بازل في موسم 2012-2013 وموسم 2013-2014. إيه الأرقام الحلوة دي؟ إيه الأرقام العظيمة دي؟